استاذ ممدوح، حضرتك حضرت النهارده في القضيه بتاعت احداث سمبابه، ممكن بس نبذه ايه اللي حصل ووزير القضيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كانت اول جلسه لقضيه المسمى احداث سمبابه، قضيه محوله لمحكمه جنايات امن دوله عليا دائره 13 جنايات الجيزه. النهارده تمت حاجه طريفه جدا، عملوا قفص جديد في المحكمه. المحكمه معروف ان فيها قفص واحد بس للمتهمين، عملوا قفص جديد وتم ايداع المسلمين في قفص والمسيحيين في قفص. دي اول مره تحدث في محكمه في تاريخ مصر كلها. من حاجات الطرائف اللافته يعني في النهارده في المحكمه. من المسائل الهامه جدا ان المحكمه دفعنا ببطلان قرار احاله القضيه الى محكمه جنايات امن الدوله العليا طارق، لبطلان قرار الاحاله بالاحاله ليها في هذا الشان، يعني لان القرار النيابه العامه للاسف الشديد بني على قواعد قانونيه كلها خطا، بني على قرار رئيس الجمهوريه حسني مبارك، بني على دستور 71، بني على قوانين صدرت من حسني مبارك، ودستور 71 سقط، حسني مبارك سقط، نظام السياسي سقط. اذا كان دستور 71 سقط فكل ما لحق بدستور 71 كله سقط، وحسني مبارك نفسه نظام السياسي سقط، واصبحت القرارات الصادره منه دلوقتي الى مجال تطبيقها الان اصبح في اعلان دستور ومجلس اعقاد مسلحه هو اللي الاحوال القانونيه كلها بتستمد شرعيتها من الاعلان الدستوري. فلا اشاره مطلقه للاعلان الدستوري، انما الاشاره في قرار الاحاله لدستور 71 اللي سقط تغير تماما. ده بالنسبه للقرار الحد. وطلبنا طلبت بالنسبه ان انا موكل على المتهم الاول والثاني. المتهم الاول هو ياسين اللي هو زوج اسماء اللي كانت اسمها عبير المسلمه، والثاني محمد مفتاح فاضل اللي هو ابو يحيى. طلبت اخلاء سبيلهم لانتفاء مرات الحبس القانونيه لانتهاء التحقيقات وعدم وجود دليل مادي ضدهم، ومفيش مبرر لحبسهم قانون عدم خطورتهم، دي الاسباب القانونيه. لكن قلت ايضا لان قرار حبسهم ليس بالقرار القانوني، انما قرار حبسهم وضمهم لقرار الاحاله قرار سياسي وليس قانوني. ياسين وابو يحيى محبوسين بقرار سياسي، وفي اذعان لطلب الكنيسه بحبسهم. الكنيسة طلبت دم سبيرو حبس فلان وفلان، فالسلطة الضعيفة العاجزة في مصر استجابت خارج نطاق القانون، خارج نطاق العدالة، وحبس أبو يحيى بهذا المنطق. أبو يحيى وياسين مواطنين مصريين. ياسين ده متزوج من أسماء، اتصلت بيه من تليفون بين مكان بجانب الكنيسة مرمينة، فذهب للسلطة التنفيذية اللي هي الشرطة هو أبو يحيى وطلبوا ان الشرطه تنتقل. ده تعبير واليه قانونيه معتبره، انت مواطن شايف في مخالفه قانونيه تلجا لمين؟ تلجا للشرطه. راح لجا الشرطه والشرطه اتجهت معاهم الكنيسه. فابو يحيى وياسين اتجهوا للطريق القانوني لاي مواطن يرى مخالفه قانونيه، اتجهوا للشرطه والشرطه استجابت وراحت. ده موقفهم. ابو يحيى وياسين لا سرقوا ولا قتلوا ولا ضربوا ولا حرقوا ولا دمروا حاجه. للاسف الشديد تم ادخالهم بتهمه التجمر، والتجمر دي تهمه خايبه وتهمه فضفاضه، ومفيش ادله في الاوراق على انهم قاموا بتجمر، انما هم كان وجوده مع الشرطه للتحقيق في مساله احتجاز مواطن. ومن الاسباب العجيبه جدا ان عبير اثبتت الكلام دوت امام نيابه امن الدوله العليا، فواقعها ثابته، ونيابه امن الدوله العليا بتحقق فيها الان. واقعه احتجاز عبير في مبنى ملاصق للكنيسه واقعها ثابته. استنجاد ابي ياسين واقعها ثابته. الشرطه والسلطة العاجزة لمؤامات سياسية دفعت نيابة أمن الدولة لضم ياسين وأبو يحيى، القرار التام هو وخالد حرب كمان، لمؤامة سياسية لاستجابة لطلبات الكنيسة. احنا بنقول احنا بنرفض الفتنة والطائفية ان كانت، وبنحرص على مصر امن وطن امن ومستقر لجميع المواطنين مسلمين ومسيحيين. نرفض القتل والسرقة والضرب والتدمير والحرق وكل هذه الاساليب المرفوضة. نطالب بتحقيق العداله وسياده القانون على كل المواطنين المسلمين والمسيحيين. اما انتقاء مواطنين وحبسهم دون وجه حق ونفس اسلوب حسني مبارك بيرجع بوجه تاني، وده اسلوب مرفوض تماما. وطبعا طلبنا اجل للاطلاع، وللاسف الشديد المحكمه لم تستجيب لشيء غير انها اجلت لجلسه 4/9. 4/9. شكرا استاذ مبارك. شكرا يا استاذ.